بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أمر مسجد الضرار. في أمر مسجد الضرار، وذلك أن المنافقين والمعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تواطؤوا سرا بأن يبنوا مسجدا حتى يجتمعوا فيه هم ويتشاورون لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال لهم الشقي اللعين أبو عامر بأن يبنوا المسجد ويحكموه حتى يكون حصنا لهم، فبنوا المسجد وهيئوه قبل أن يذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فجاءوا بحيلة منهم بأن يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ويدعو لهم بالرحمة والبركة. فقال عليه الصلاة والسلام: لعدم علمه إلا ما أطلعه الله عليه، قال: إنا على جناح سفر، فإن رجعنا إن شاء الله أتيتكم وصليت لكم فيه. وعدهم صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي في مسجدهم هذا. فلما أوشك على القدوم، وأوشك صلى الله عليه وسلم على الوفاء بما أمرهم به ووعدهم إياه، أنزل الله جل وعلا عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآيات. فانتدب صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الحي بأن يذهبا إلى هذا المسجد فيهدموه على أصحابه حتى يفروا منه ويتركوه. هذا مسجد الضرار، مسجد بنوه ليضاروا به المسلمين ويؤذونهم في ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم
بما في قلوبهم الذي يعلم السر وأخفى. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. نعم. فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة، والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لآتينكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلامة بن عوف ومعن بن عدي العجلاني، فقال: انطلقنا إلى هذا المسجد الضال. دعا هذين الرجلين من الصحابة رضي الله عنهما الذين هم شهدوا معه غزوة تبوك، فقال: اذهبا إلى هذا المسجد ولا تقولوا لأهله شيئا، بل اهدموه وحرقوه، لأنه بني لغير طاعة الله جل وعلا. نعم. فقال: انطلقا إلى هذا المسجد. مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعن بن عدي العجلاني، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلها. الظالم أهله، أهل المسجد، فاهدماه وحرقاه. نعم. فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. ودخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه، فتفرقوا عنه، فأنزل الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق الذين بنوه وهم 12 رجلا، منهم ثعلبة بن حاطب. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن العباس في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم. فأتى بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. يريده مسكنا للروم الذين يأتون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وحتى لا يستنكر هذا المسجد فيقال إنه مسجد للأنصار، بنوه لأجل الليلة المطيرة واليوم الصائف الذي لا يستطيع الناس أن يسيروا إلى المسجد النبوي فيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليبنوه ليكون مأوى للمجرمين المخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم. أبو عامر هذا هو
الفاسق الفاسق الذي شرق بالدعوة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أخذ في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه الكفار، فذهب إلى مكة وأخذ يحرضهم، فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم خرج أبو عامر إلى الطائف ليأوي إليه، فلما أذعن واستسلم أهل الطائف ذهب إلى الشام وأمر من ناصره وآواه من أهل المدينة بأن يبنوا هذا المسجد ليكون مأوى للجيش الذي يأتي به بزعمه ليكون حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء. أحق أن مسجد قباء بني على التقوى، بني على تقوى من الله ورضوان، بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة إلى المدينة قبل أن يدخل المدينة، أمر ببناء هذا المسجد مسجد قباء، لأن عليه الصلاة والسلام أول ما نزل في قباء عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى المدينة، فكان مسجد قباء أول مسجد بني على التقوى في المدينة. أحق أن تقوم فيه إلى قوله: فانهار به في نار جهنم، يعني قواعده، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني الموت. فصل: رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك إلى المدينة المنورة. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. استبشارا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذهب لغزوة تبوك على خطر عظيم، كان الجو حار والنفقة يسيرة والعجز من المسلمين موجود، فظن الصحابة رضي الله عنهم بأنفسهم أنهم يموتون ويموت أكثرهم في هذه الغزوة، فلما رجع إليهم صلى الله عليه وسلم استبشروا بذلك وفرحوا، وقالوا: هذا الشعر الأطفال والصغار والكبار والنساء والرجال استبشارا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: طلع البدر علينا، يقصدون بالبدر النبي صلى الله عليه وسلم، من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هذه التي يطلع منها المرء إذا قدم من الشام أو من تبوك، ما هم من قدم من المكة، لا، وإنما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من الشام، حيث أن الشام شمال المدينة وهذه من شمال المدينة، فهم استبشروا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
من ثنيات الوداع. وقالوا في شعرهم: وجب الشكر علينا، يجب علينا أن نشكر ربنا جل وعلا حيث أنعم علينا وتفضل علينا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما معافى. نعم. طلع. وفي بعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك طلع البدر علينا وصبيانا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، وخرج النساء، فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، مدعا لله داع. وبعض الرواة يهم في هذا يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك يهم من الوهم. بعض الرواة يهم من الوهم في هذا الشعر بأن هذا قاله أهل المدينة لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، والصحيح أنهم قالوه لما قدم من تبوك بعد غزوة تبوك، ولم يقولوا ذلك لما قدم من مكة، لأن مكة والقادم منها ما يأتي من ثنيات الوداع، وإنما يأتي من جهة الغرب، من جهة القبلة، من جهة مكة، وثنيات الوداع شمال المدينة، فيأتي من جهة القادم من جهة الشمال. نعم. بعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، ولا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد الذي هو حول المدينة، جبل أحد حول المدينة، يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبنا ونحبه، فهو عليه الصلاة والسلام يحب هذا الجبل لأنه من جبال المدينة، وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الجبال والحصى وكل موجود يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قال العباس: يا رسول الله، ائذن لي أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا يفضض الله فاك. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى إذا احتوى بيتك المهيمن في حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النشور وسبل الرشاد نخترق. فصل في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد رجوعه من غزوة تبوك.
ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. وهكذا يسن للقادم من أي جهة إلى أي جهة، أول ما يبدأ بحق الله تبارك وتعالى فيقدم إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين، سواء قدم من تبوك أو من الشام أو من المشرق أو من المغرب إلى بلد ما، فيبدأ بالصلاة في المسجد. فإذا قدم مكة بدأ بالصلاة في المسجد الحرام، وإذا قدم إلى المدينة قدم بالمسجد النبوي، وإذا قدم إلى أي جهة من الجهات يسن أن يبدأ بالمسجد، لأن المسجد بيت الله، وبيت الله أحق أن يبدأ به. هذا إن تيسر للمرء ذلك فهو أولى وأحرى، وإن لم يتيسر له فلا بأس بذلك، لأن القدوم إلى المسجد أول ما يبدأ الإنسان القدوم هذا سنة يستحب فعلها ولا يجب. نعم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. ووكل سرائرهم إلى الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المتخلفون من غزوة تبوك بدأوا يعتذرون، كل واحد يبدي عذره، فالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة السمح السهل قبل عذرهم، قال نقبل عذركم ونكل سرائركم إلى الله، فالله أعلم بمن صدق في عذر هذا ومن كذب، فهو جل وعلا يجعل رسوله الرؤوف الرحيم بالأمة الفارق بين الحق والباطل، فهو لا ينكر على من تخلف لأنه لا يدري أصادق أم كاذب في تخلفه إلا بخبر الله تبارك وتعالى. وجاءه كعب بن مالك فسلم، فلما هذا أحد الثلاثة الذين أعلنوا خطأهم وبينوه ولم يعتذروا بعذر كاذب، بل بينوا الواقع والحقيقة، وهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إنكم أنتم ما اعتذرتم بعذر نقبله، وإنما قلتم لا عذر لنا، فنكلوا أمركم هذا إلى الله جل وعلا، فإن شاء عذركم وإن شاء لم يعذركم. هؤلاء الثلاثة هم الذين أبينوا أنه لا عذر لهم في التخلف. نعم. فجاءه كعب بن مالك وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال له تعال. تبسم تبسم المغضب، الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان على كعب بن مالك لأنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأديب وعارف وفقيه ومن الصحابة المحبين لله ولرسوله، واختبر هذا الاختبار فصبر عليه صبرا جميلا رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال له تعال. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك. يقول ما الذي خلفك يا كعب؟
ألم تكن اشتريت البعير قبل أن نذهب إلى تبوك تنويه لتبوك؟ فلما تخلفت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم عنه أنه اشترى البعير ليركبه إلى تبوك، ولكنه تخلف عن الغزو، فما الذي خلفه؟ فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، والله لقد علمت أن إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى ليوشكن الله أن يسخطك علي. رأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، يقول عندي قوة حجة وأستطيع أكذب عليك علشان تقبل مني وأمري إلى الله، لكن لو جلست عند غيرك لكذبت عليه، لكن أنت ما أستطيع أكذب عليك، يعني إن كذبت كذبني الله جل وعلا، وأنزل الله في قرآنا يتلى، فأنا ما لي إلا أعلمك وأخبرك بالصدق عن حالي لعلك تعذرني، فإن لم تعذرني فلعل الله أن يتوب علي، رضي الله عنه وأرضاه. ألم تكن ابتعت ظهرك؟ ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت ظهرك يعني البعير الذي تركبه. فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت. أيا كان، ملك ولا وزير ولا مؤدب ولا شاعر، فأنا أخرج منه، أستطيع أستعذر منه، لأنه شاعر جيد رضي الله عنه، ويعتبر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضل سابق في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، لكن الإنسان قد يزل وقد يخطئ. فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب. ولقد أعطيت جدلا، عندك؟ لا. ولقد أعطيت جدلا، والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضي ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. فقم صدقت أنت، علمتنا بالصدق، والأمر إلى الله جل وعلا، فقم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يعني أمرك إلى الله، أنا ما أستطيع أسامحك، وأنت علمتني بالصدق الذي لا مراء فيه ولا جهالة، ويؤاخذك الله بذلك أو يعفو عنك، فأمرك إلى الله. نعم. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبوني، فقالوا لي والله بني سلمة من قرائبه من قومه، فقالوا لي والله ما علمناك قد أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب. يقولون هؤلاء جماعة، يقولون ما الذي حملك على أن تعلم بالصدق؟ لو اعتذرت من الرسول صلى الله عليه وسلم بأي عذر، قلت مثلا زوجتي مريضة، إني كذا إني كذا، بنتي عندي مريض، بنتي كذا عندي كذا، ما أستطيع السفر فأنا اعتذرت، فالله جل وعلا قد يعذرك ويتجاوز عنك، ويكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم
سيستغفر لك إذا قبل عذرك، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يكفيك هذا. حتى كوثروا علي وكدت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، أقول يا رسول الله أنا ما أفوت، أنا مي عندي عذر لكني استحيت أن أقوله، زوجتي مريضة، ولدي مريض، كذا كذا كذا، أي شيء عذر يقبل، فيقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مني ذلك. نعم. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين. قال رضي الله عنه هل معي أحد في هذا؟ هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المعتذرين بأنه لا عذر له فقبل منهم أو ردهم؟ قالوا نعم معك اثنان، أخبروا بالواقع والحقيقة فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى وتأمل هذين الرجلين أنه من خيار الصحابة قال إن شاء الله لن يضيع لنا أمر عند الله جل وعلا، ما لنا إلا ما قلنا. نعم. فوالله ما زالوا بي فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن مرارة ابن الربيع العامري، هذا من شهد بدر ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهلال بن أمية الواقفي كذلك. فذكروا لي شهد بدر، رجال صالحون تخلفوا وما وسعهم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّنوا أنهم لا عذر لهم في تخلفهم هذا. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. يقول عزمت على أن لا أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيّنوا لي أن في اثنين معي أن في لي فيهم أسوة درب دربهم رضي الله عنهم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤدبهم لا تكلموا واحدا منهم، ولو كلموكم فلا تردوا عليهم، لا تكلموا أحدا من هؤلاء الثلاثة تأديبا لهم. من بين من تكلم من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا. اجتنبنا الناس، الناس فاعل، اجتنبوا مجالستهم هؤلاء الثلاثة والكلام معهم ولا يحدثوهم ولا يقولون لهم شيء. فاجتنبنا الناس من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكنا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أشب صاحباي
لما منع الناس عن مكالمتهم جلسوا في البيوت يبكون ويسألون الله جل وعلا العفو والمغفرة ولم يخرجوا من دورهم. وأما هو فهو شاب نشيط شاعر ما يستطيع أن يجلس في الدار كل الوقت، فكان يخرج رضي الله عنه ولا يجد أحد يكلمه، ما يكلمه أحد، لا صاحب ولا غيره ولا قريب ولا أحد. نعم. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ما جاوبه بشيء، لأنه لو جاوبه لكان عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تكلموهم. ثلاث مرات يناشده يقول أتعلم أني أحب الله ورسوله، أدي الشهادة هذه، فما يجيبه. وبالنهاية قال الله ورسوله أعلم، ما جاءك شيء إلا من قبل الله ورسوله، فالله جل وعلا أعلم بالحقيقة والصواب. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، ما وجد أحد يفتح له الباب، ما أحد يساعده في الدخول ولا في الخروج رضي الله عنه. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه بلغني. جاء هذا النبطي هو الشامي العسكري الشامي الدلال، جاي يبيع تمر أو رز أو شيء من هذا، ومرسل معه ملك غسان خطابا لمالك لهذا الرجل الجليل، يقول تعال لما نواسيك عرفنا أن صاحبك قلاك فلست في دار مذلة، وإنما تعال لما نواسيك. فحزن لهذا الكتاب رضي الله عنه ولم يفرح به، لأنه شاعر هو معلوم معروف، فقال تعال عندنا وامدحنا من شعرك ونحن نستجيب لك ونعينك ونعطيك ما تريد. بينما أمشي في سوق المدينة إذا نبطي بالله سمي به لأنه يستنبط الماء يسر. نبطي لمزارع أو كذا اللي يلتمس الماء لزراعة من أنباط الشام. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.
فقلت له لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء. يقول هذا اختبار ذا، يقول وين أروح أترك الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أحب الخلق إلى الله، وروح الملك غسان أصير وزير له أو معه أو أمدحه أو أسبه؟ لا لا، هذه مصيبة رضي الله عنه. ما فرح بهذا الكتاب وقال هذا يعطينا من الدنيا ما نشاء. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت تيممت بها التنور النار، النار اللي يشوي بها ويخبز عليها أهله. يقول خليت يا حريق هذا الكتاب عشان ما يطري علي، أخاف أنه يطري علي في يوم من الأيام أني أروح الملك غسان أبي ما معي شيء مستند، وإذا رحت لموه يبي يردن، فأنا ما أطري علي أن أذهب إليه أبدا. وأحرق كتابه حتى لا يهم بالذهاب إليه. حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا، ولكن اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت يقول اعتزلوا نساءكم حتى يأتيكم السماح والعفو من الله جل وعلا، لا تقربوا نساءكم. فهذا من سرعة امتثال، يقول يا رسول الله أطلق زوجتي؟ قال لا لا أطلقها، وإنما لا تقربها. رضي الله عنهم وارضاهم. 10 أيام هذه مضت، 40 ليلة قبل أن يعتزل نسواءه، وبعد تم 40 ليلة أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعتزلها. نعم. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا، ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة. الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم ونساءهم، نساءهم امتثال أمر الله وأمر رسوله، ما قالت هذا زوجي أنا أحبه وأكرمه، لا، ذهبت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن هلال شايب وضايع ما عنده أحد، ولو تركته مات من الجوع وربما هلك، فهل تكره أن أخدمه؟ ولا قال لا، ولكن لا يا رب. قالت ما هو أحد شيء من أبد ولا يطلع رضي الله عنهم. قالت ما كان يطري عليه هذا الشيء أبدا، لأنه منذ جاءه الخبر منك بغضبك عليه توقف عن كل شيء، ما يستطيع يعمل شيء رضي الله عنه. أما الأول فهو قال لزوجة الحقي بأهلك أنا أستطيع أخدم نفسي، أما هذا فما يستطيع أن يخدم نفسه رضي الله عنه. قالت إنه والله ما به حركة إلي شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال. كما قال كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمك، أن تعدمك كما استأذن لها هلال بن أمية في زوجته أن تخدمه فأذن. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. ولبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة،
من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. حتى كملت لنا 50 ليلة حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة على سطح بيت من بيوتنا بين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا فعرفت أن قد جاء فرج من الله وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبلي صاحباي مبشرون، وركض إلى رجل وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما. رضي الله عن الصحابة أجمعين، يعني كلهم المبتلى والموقوف والمغضوب عليه كلهم يشفقون على بعض رضي الله عنهم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أن الله تاب على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، ذكروا فزعوا يبشرونهم. فهو في ناحية بعيدة، في ناحية بني سلمة بعيد عن المدينة، فذهب اثنان، واحد ركب فرس وركض فرسه إلى ديار بني سلمة، والآخر على رأس الجبل جبل سلع بالمدينة، وقال: أبشر يا مالك، أبشر يا كعب بن مالك بأفضل حب أحسن يوم مر بك في حياتك. فعلم أن الله تاب عليه، فكان الذي أعلى أسرع البشارة وصاحب الصوت، واحد صوت واحد ركض عليه الفرس، يوم جاء ورعى الفرس وإذا هو قد علم واستبشر رضي الله عنه. فخررت لله ساجدا، علم البشارة أن هذه بشارة من الله جل وعلا ليست من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني لو كانت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لعجلها وأخرها، لكن هذه من الله جل وعلا. نعم. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة على سطح بيت من بيوتنا بين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا فعرفت أن قد جاء فرج من الله وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي ثوبي فكسوته إياهما يبشراه. استحباب البشارة، استحباب إعطاء البشارة من المسلم إذا بشر بالخير، سواء كان نصرا للإسلام والمسلمين بقتل عدوهم أو تأييدهم على ما أرادوه من نصرة دين الله أو أي شيء من الأمور، فيحسن بالأمر إذا بشر بذلك أن يدفع للذي أعطاه البشارة
يدفع له شيء من هذا. ومن ذلك بشارة أم حبيبة رضي الله عنها لما أتاها بشير يبشرها بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهي في بلاد الحبشة، خلعت مجاول وخيتم كانت تلبسه فأعطتها الخادمة، فردت الخادمة وقالت مع الشكر لك فإني لن ما أحتاج شيئا من ذلك. نعم، لما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما يبشراه، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون ليهنك التوبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حوله الناس، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة. فلما أقبل رضي الله عنه قام له الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار من أهل المدينة يهنونه بهذه البشارة التي حصلت له، وقام له طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله يهنئه يقول ما أحد قام لي غير هذا من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله؟ الصلاة والسلام يحب الشيء لإخوانه المسلمين، يحب الشيء للصحابة. لما جاءت البشارة لي لمالك كعب بن مالك رضي الله عنه استبشر بها وفرح، وجهه كأنه قطعة قمر لما أتاه البشارة. قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلي وإلى رسوله. فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. ما أبلاني والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فوالله ما أنعم نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي
شر ما قال لأحد قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فيه بذلك. فقال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس على الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة ويؤدبهم ولا يتجاوز عن أحد منهم حتى يأتيه الله بالوحي من عنده ويخبره عن توبته عليهم جل وعلا. فهو جل وعلا يطلع على أحوال عباده ويعلم ذلك ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بما يصلح لهم سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.